هنفهم كل حاجه عن شواحن السيارات الكهربائيه. ايه هو الاي سي تشارجنج وايه هو الدي سي تشارجنج، يعني ايه شاحن سريع ويعني ايه شاحن بطيء، وايه الفرق ما بين انظمه الشواحن في النظام الاوروبي والنظام الامريكي. تابعونا عشان تشوفوا كل ده. معاكم ايمن محمد من الكتريفايد، وفي مجموعه الفيديوهات دي هنفهم كل ما يتعلق بشواحن السيارات الكهربائيه. وما تنساش تدعم المحتوى بلايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تتابع كل الفيديوهات اللي جايه. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده عن الاجزاء الرئيسيه للسيارات الكهربائيه، وقلنا ان اهم 3 اجزاء موجوده في السياره الكهربائيه هي الموتور الكهربائي والبطاريه والانفرتر. ولكن ينضم للمجموعه جزء رابع مهم جدا هيساعدنا في فهم شواحن السيارات الكهربائيه، وهو الاون بورد تشارجر. الاون بورد تشارجر هو عباره عن الشاحن الداخلي للسياره الكهربائيه، وده وظيفته ان هو يحول من تيار متردد اللي هو الاي سي لتيار ثابت اللي هو الدي سي عشان اقدر اشحن بيه البطاريه الليثيوم اللي موجوده داخل السياره الكهربائيه. بطاريه السياره الكهربائيه هي عباره عن مصدر طاقه ثابت، اي الجهد بتاعها جهد ثابت والتيار اللي خارج منها تيار ثابت. فعشان كده عشان اشحن بطاريه السياره الكهربائيه لازم اغذيها برضو بمصدر كهرباء ثابت، وهو اللي احنا قلنا بحول من اي سي لدي سي عن طريق الاون بورد تشارجر. مصادر الطاقه المتاحه عندي هي الاي سي او التيار المتردد. في الاي سي عندي بينقسم لحاجتين، في عندي السنجل فيز او الثري فيز. السنجل فيز بتتراوح فيه القيم حسب كود الدوله من 110 لحد 220 فولت، اما في حاله الثري فيز فبتتراوح القيم من 380 لحد 420 فولت برضو حسب الكود الكهرباء بتاع كل دوله. والاختلاف ومنتهى الاختصار ما بين السنجل فيز والثري فيز ان الثري فيز بيقدر يدي باور اعلى بكتير من السنجل فيز، فعشان كده هنلاحظ ان معظم بيوتنا شغاله على السنجل فيز. اما الاماكن التجاريه زي المولات هنلاقي ان فيها بيستخدم الثري فيز، وبعض الفلل الاحمال فيها عاليه برضو بيكون وصل لها الثري فيز. وبكده عندي في شواحن الاي سي نوعين، عندي السنجل فيز وده بيسموه الهوم تشارجر او الاوفر نايت تشارجر عشان بياخد وقت طويل في عمليه الشحن، وعندي الثري فيز تشارجر وده بيسموه السيمي فاست تشارجر عشان اسرع، وعندي بقى نوع ثالث من الشواحن وهو الدي سي او الفاست تشارجر واللي هو بياخد من 0 ل 80% في شحن البطاريه في 30 دقيقه بس. الدي سي تشارجر او الفاست تشارجر قدر يوفر لي الباور الدي سي اللي اقدر اديه للبطاريه مباشره من غير ما احتاج ان انا اعمل اي عمليه تحويل، فبالتالي اقدر اغذي بطاريه العربيه بباور ضخم جدا وفي وقت قليل جدا زي ما قلنا اللي هو بيوصل ل 30 دقيقه بس عشان اشحن ل 80%، على عكس الشواحن الاون بورد تشارجر اللي انا محكوم بالباور بتاعه اللي اقدر اشحن بيه بطاريه العربيه فبياخد وقت في عمليه الشحن. فبالتالي الدي سي تشارجر او الفاست تشارجر عرفنا ليه كده هي اسرع في عمليه الشحن، لان انا بغذي دايركت للبطاريه مش محتاج ان انا اعمل عمليه التحويل دي داخل العربيه زي الاون بورد تشارجر اللي جوه العربيه اللي بيحول من اي سي لدي سي عشان يغذي البطاريه. في ناس هتسال امال ايه الجهاز الخارجي اللي بيجي مع العربيه اللي بستخدمه اثناء عمليه الشحن؟ في الحقيقه ده مش شاحن، ده حاجه اسمها اي في اس اي، وده اللي ان شاء الله هنتكلم عنه في الحلقه الجايه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات اللي جايه. شكرا لكم.